ما شفناهوش ومش عايزين نشوفه، ولا حد من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي هيسمح ان هو يشوفه. فبس انا بوري حضراتكم امور كده بسيطه جدا بتخلي الناس تقعد تتكلم في موضوع رمضان وفي موضوع كهرباء وفي موضوع كذا وفي موضوع كذا وفي موضوع كذا. ما هنقعد وهنرد وهنتكلم وكذا وهنقول. فايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه؟ يعني زي النهارده مكتوب في معظم المواقع استبعاد صالح جمعه من النادي الاهلي في شهر يناير واعارته. هل الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ الكلام ده غير صحيح حتى هذه اللحظه، الكلام ده غير صحيح. عارفين ليه؟ هقول لحضراتكم ليه. معلش يعني لازم اقول الكلام ده تاني. المدير الفني بيقعد بيبلغ الكابتن سيد عبد الحفيظ فلان وفلان 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 عايز يعير خمس لاعبين او اربع لاعبين، بيقول الكابتن سيد. كابتن سيد بيقعد مع لجنه التخطيط والمشرف العام على كره القدم كابتن خطيب ويقعدوا مع بعض ويتفقوا، وفي النهايه اللي القرار بيتم اتخاذه بيتم ابلاغه للاعب. لو في اعاره الاسلام مثلا بيتم اعارته. إذا كان المدير الفني، رؤية المدير الفني هي من تحسب مين اللي هيتم إعارته ومين اللي هيمشي خالص ومين اللي هيكمل في النادي الأهلي. هو ده يا جماعة اللي بيحصل. فالكلام اللي مكتوب على إن صالح جمعة، ومعرفش ليه صالح، يعني أنا دايماً صالح بيحاول، أو من خلال اللي أنا اتكلمت برضه معاه في فرح أحمد الشيخ، ولقيت الولد او اللاعب بيحاول ان هو يبذل اقصى جهده علشان يبقى متواجد في النادي الاهلي ويرجع تاني يلعب في النادي الاهلي خلال هذه الفتره. هو ده اللي انا فهمته منه. وبالمناسبه صالح اخويا الصغير، ما بيكذب، يعني من الناس اللي ما بتكذبش عليا. طب انت عايز تمشي يا صالح؟ لا يا كابتن انا مش همشي، انا هلعب في النادي الاهلي وهكمل في النادي الاهلي، والنادي الاهلي شرف ليا ان انا العب فيه، وان شاء الله الفتره اللي جايه زي ما انا شغال طول الفتره اللي فاتت بشكل كويس جدا. فانا بستغرب جدا. ممكن على فكره انا ما اعرفش المعلومه ايه، هل صالح موجود ولا هيتم اعارته ولا هيتم، ما اقدرش اقول لحضرتك. هل محمد الشناوي موجود ولا هيتم اعارته ولا اي حد في المجموعه اللي موجوده، انا ما اعرفش. الوحيد اللي يعرف هو حتى هذه اللحظه هو ريني فايلر، ممكن جدا هيكتب ورقه بعد مباراه بلاتينيوم مثلا، لان خلاص الشهر قرب، هيكتب بعد مباراه بلاتينيوم مثلا انا ممكن جدا يتم إعارة كذا وكذا وكذا وكذا. لو جالهم إعارة، ما جالهمش إعارة هم مكملين معانا. هو ده النظام اللي بيمشي. لو حد جاله إعارة بتعرض على المدير الفني، يتقال له أنت عايز إسلام جاي له إعارة، عايز إسلام ولا إعارته ولا عايزه يتم إعارته؟ يقول لهم والله طيب أنا عايز إسلام أو يتم إعارته. هي الدنيا بتمشي كده بالتسلسل اللي أنا بكلم حضراتكم عليه ده. لكن فجأة تلاقي مش فاهم. واللي يشككك في الموضوع ايه بقى؟ ان بتلاقي سبع ثمان مواقع او اكتر بينتموا لنادي او بينتموا لبعض من لا يشجع النادي الاهلي، وبيتكتب فيهم وبعض الصفحات طبعا، وبيتكتب فيهم الكلام ده. فطبعا لما صالح يقرا الكلام ده، ما هو بيتاثر كشخص، كلاعب نجم كبير في النادي الاهلي، فبيتاثر. لكن ايه اللي هيحصل؟ محدش عارف، محدش حتى هذه اللحظه عارف. طيب خلينا